إلى لبنان الآن التي تعلن فيها اليوم النتائج الرسمية للانتخابات النيابية التي أجريت للمرة الأولى منذ عام 2009، وقد كشفت النتائج الأولية عن فوز لحزب الله والمتحالفين معه بأكثر من نصف مقاعد البرلمان، فيما أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن نسبة المشاركة جاوزت 49%. الأمر الثالث، نسبة الاقتراع على الشاشة واضح عندكم، نسبة النهائية غير التقرير يعني غير الرسمية، نسبة نهائية لكل لبنان 49.20%. بالمقارنة مع سنة 2009 كانت 54%. النسبة الأعلى اليوم سجلت في دائرة الشمال الثانية مني الضمنية طرابلس، بينما النسبة الأقل ببيروت الأولى اللي هي 31.5%.